أولا حابة أشكر الأستاذة أمة الله على التمارين اللي شرحتها عن التاي تشي، وهي أي ثينك إنها خبرة جديدة للمرضى والمتابعين، وأتمنى إن هم يجربوها. وهي طبعا قالت إزاي بنستفيد منها لما نمارسها. هنبتدي دلوقتي فقرة الأسئلة والأجوبة. أول سؤال كان خاص لدكتور شافية، وهو عن أهمية دواء الروماتويد لمضاعفات أو لا. دكتور شافية معنا؟ طيب ممكن يجاوب دكتور نزار على السؤال، لأن I think دكتور شافية مش معنا. نعم، شكرا دكتور سحر. السؤال كان عن مضاعفات أدوية الروماتيزم، على السايد افكت، يعني ليه مضاعفات ولا لا أدوية الروماتويد؟ يعني ان جنرال بصورة عامة كل الأدوية. بالتأكيد هو ما في دواء موجود في العالم ما في مضاعفات أو آثار جانبية. دائما احنا نوازن بين الآثار الجانبية ومدى الحاجة للعلاج أو الدواء اللي يستخدمه المريض لما نوصفه للمريض. يعني إذا ناخذ الأدوية مسكنة الألم، بالتأكيد فيها آثار جانبية كثيرة، ممكن تأثر على الجهاز الهضمي، ممكن تحدث تقرحات في المعدة أو في الاثنى عشري، ممكن تكون تأثر على المرضى خاصة مع تقدم العمر، ممكن تؤثر على القلب، ممكن تؤثر على وظائف الكلى. إذا ناخذ الكورتيزونات مثلا، آثارها الجانبية معروفة، تعمل هشاشة في العظام، ترقق في العظم، تزيد احتمالية زيادة السكر، الضغط، تقلل مناعة الجسم. الأدوية الأخرى المثبطة للمناعة بصورة عامة أكثر آثار جانبية لها، وهي نادرة الحدوث لكن من الممكن أن تكون فيها نسبة خطورة، لذلك نحتاج إلى متابعة للمريض سريريا أو عن طريق إجراء فحوصات معينة تناولها الأدوية المثبطة للمناعة، سواء الأدوية التقليدية مثل الميثوتريكسات أو السلازوبارين أو الأدوية البيولوجية أو الأدوية الأخرى. كلامي طبعا هذا الموضوع. طبعا كلام دكتور نزار مهم جدا على موضوع المتابعة المنتظمة مع دكتور الأمراض الروماتيزمية والتحاليل المنتظمة. عمر ما بيحصل مشاكل طول ما المريض بيتابع مع الدكتور بتاعه بانتظام وبيحلل بانتظام، فهي دي نقطة فعلا مهمة. وفي سؤال تاني برضو عن الروماتويد وعن العلاج الروماتويد في المريض المصاب بسرطان غير دمري أو غير دموي، يمكن إيه هي العلاجات المسموح بهم باستعمالها؟ وفي هناك دور للمبصرة، تقصد الريتوكسيماب، نعم في علاج مرضى الروماتويد المصابين بالكانسر. نعم بصورة عامة كل الإرشادات العالمية مجال إعطاء أدوية الروماتيزم، بصورة عامة هناك نوع من الاتفاق على تجنب بعض الأدوية لمرضى اللي حصل لهم أمراض سرطانية وشوفوا منها سابقا. الحقيقة هذه كلها لازم يتم استشارة دقيقة من طبيب يعني حاذق فيه وماهر وعنده خبرة في هذا المجال لاختيار الدواء المناسب. نعم، إلى حد ما ممكن الدواء المبثرة أو التوكسيماب ممكن يكون يعني أحد الأدوية المفضلة في هذا المجال، اللي ثبوته أنه الآثار الجانبية أو احتمال تنشيط الأمراض السرطانية يكون أقل عند استعماله. في كل الأحوال أعتقد هذا الموضوع يجب أن يرجع إلى الطبيب المختص، يكون تعاون بين الطبيب الروماتيزم صح. والطبيب المختص بالأورام أو الأمراض السرطانية. السؤال اللي بعد كده برضو خاص بالروماتويد، وهو على دواء القرافة، وهل ليه مخاطر على الكلى؟ هو تقريبا مشابه للسؤال اللي قبله، يعني نعم، خطورة القرافة على الكلى. بصورة عامة الفلونامايد أو يسمى تجاريا أرافا، الحقيقة هو من الأدوية نسبيا أمينة في مرضى الكلى اعتقد حد ما، لكن ايضا يحتاج الى متابعه، المريض يحتاج الى عمل وظائف كلى كل فتره واخرى، لكن نسبيا هو ممكن اعطاء بصوره عامه للمرضى المصابين كلى باستشاره بالتاكيد الطبيب المختص. تمام. I think إن السؤال اللي جاي موجه لدكتور توني، بتقول كيف أستطيع أمشي مستقيمة بعد عملية تغيير مفصل الورك، رغم العملية ليها 3 سنين، وإلى الآن أنا معاقة، ركبتي اليمنى لا أستطيع أن أمشي مستقيمة، وعملية مفصل الورك بالطرف الأيمن وكسر كوع يدي اليمنى. يعني مش فاهمة إيه. أكيد ما بنعرف حالة الصور والأشعة بس أنا على الأرجح وقت المريض ما بيكون يمشي مستقيم، هو على الأرجح من الظهر كمان، مش ما ضروري من الورك.
لانه في علاقه بين الظهر اسفل الظهر والورك. يعني انا بعتقد انه اذا بتشوف جراح اختصاصي ظهر بيعملوا له صور، بعتقد انا انه راح يطلع القصه المشكل من الظهر. بس كمان لازم تتابع الجراح اللي عمل مع العمليه وتساله تشوف هي كانه جاي من الورك ولا من الظهر. بس انا بعتقد انه من الظهر. تمام. في سؤال لدكتور نزار وهو عن القرابة ممكن تاني. اتفضل. انا مضطر اترك بعد 5 دقائق، اذا في اي سؤال لي باخده قبل، لانه عم بي عم بي عندي مضطر. الحقيقة لا، يعني بعد كده حاجات خاصة بالروماتيزم، بالروماتويد نعم، بالتحديد. اوكي، بنشكر حضرتك كتير، وفرصة سعيدة وجود حضرتك معنا النهاردة. ميرسي كتير لحضرتك. وانا بتشكركم، وكان يعني فرصة كثير سعيدة، وانا برنامج كثير حلو ومثقف ميرسي جدا ميرسي للمرضى، ميرسي كتير. واللقاء في قريب. إن شاء الله باي. هكمل باقي الأسئلة مع دكتور نزار، لأن أنا مش شايفة دكتور شافية موجودة. السؤال اللي بعده كان على إن في علاقة بين أمراض الأذن ومرض كريست سيندروم، متلازمة كريست. I think إنها تقصد كريست سيندروم. بيأثر نعم، على الودان ولا لأ؟ كريست سيندروم اللي هو تصلب الجلد المحيط محدود، كريست سيندروم. ما ليميتد سكايوديرما. اعتقد ما اعتقد انه في علاقه مباشره بين يعني بالاعراض اللي تصيب الاذن. ممكن في التهاب الاوعيه الدمويه، نوع اخر من الروماتيزم. التهاب الاوعيه الدمويه ممكن يتصاحب مع اعراض في التهابات في الاذن او في الجيوب الانفيه، لكن السكليروديرما او التهاب او التصلب الجلد المحدود، انا حسب معلوماتي انه ما في علاقه. تمام. السؤال اللي بعده بتتكلم المريضة وبتسأل على الاعوجاج في أطراف الأصابع الإيد، إزاي نعرف إذا كان ده روماتويد أو تنكسي؟ تقصد يعني هو ده من خشونة المفاصل اللي هي ليبردنز أو البوشر نودز، أو ده اعوجاج من روماتويد؟ نعم، وبالتأكيد نحتاج استشارة طبيب في هذا المجال. يعني يمكن صعب المريض يحدد، بس بصورة عامة المفاصل اللي تكون في طرف السلاميات، الطرف البعيد اللي ديستال انترفرنجال جوينتس، هذه عادة تصيب تكون تصاب بالأمراض التنكسية وليس في الروماتيزم. عادة التهاب المفاصل الروماتويدي ما يصيب هذه المفاصل البعيدة، عادة في المفاصل تكون قريبة للسلاميات. يعني هاي بصورة عامة، بس بالتأكيد نحتاج إلى استشارة طبيب في هذا المجال. هو طبعا حضرتك ليك حق، لان لازم المريضه تتفحص عشان يتشاف المنظر شكله ايه، هي دي نوديولز من الاوستيوارثرايتس ولا دي ديفورميتيز. لأن في بعض الأحيان ممكن الاثنين تكونوا موجودة. وممكن يكونوا الاثنين موجودين بالظبط. طيب، هو السؤال اللي بعد كده عن ايه هو علاج الفايبرومايالجيا؟ احنا طلعنا عن الموضوع شوي، يعني احنا طلعنا. يمكن كان في اكثر من مره خلال برنامج المجموعه العربيه كان في شيء عن الفابرومالجيا او الم الليف العضلي. العلاجات الحقيقه هي يعني اذا في مجال نتكلم عنها ما اعرف. هو يعني طبعا يعني في أسئلة كتيرة بعد كده، يعني يمكن في لسه موضوعنا افضل بصوره عامه يعني هو بس الدوائيه. نعم، يعني ممكن نقول لها بس إن الفايبرومايالجيا أهم حاجة تغير اللايف ستايل بتاعها، نمط حياة جديد. وفي الحالات الصعبة في بعض الأدوية بترجع للدكتور يتأكد إن ما عندهاش حاجة مناعية وعندها بس أولية الفايبرومايالجيا اللي عندها، وبيبتدي يديها علاج وبيتابعها. يمكن ده المختصر، لأن موضوع الفايبرومايالجيا مش هو المطروق النهاردة، وقصة فيه طويلة شوية زي ما قال دكتور نزار. السؤال اللي بعده برضو بتتكلم على ما هي التغذية السليمة لمريض الروماتويد؟ نعم، كل سؤال بده حلقة لوحده. بالضبط. نعم، بصورة عامة علاقة الغذاء بالأمراض الروماتيزمية يعني علاقة قديمة، في كلام كثير عن هذا الموضوع. إذا ناخذ شيء مختصر، الأكل المتوازن هو الشيء المطلوب أعتقد بصورة عامة. تقليل الوزن مفيد للأمراض الروماتيزمية والأمراض الحركية الأخرى. طبعا. الأدوية المتوازنة محتوى على يعني من ناحيه البروتينات والفيتامينات، زياده السوائل تكون مفيده في معظم الاحيان. لكن اكو سؤال يتكرر كثيرا من المرضى، انه هل اكو علاقه مباشره بين الاكل
نوع معين من الروماتيزم، اعتقد ما عدا الجاوت او داء النقرس، الباقي الامراض التهاب مفاصل الروماتويدي او التهاب مفاصل التنكسي ما لا توجد علاقه مباشره بين نوعيه الغذاء او نوعيه الاكل و يعني فعاليه المرض او تكون نوع من الاكل هو المسبب للمرض. الاكل الصحي لحد الان غير مثبت. بالضبط، الاكل الصحي اللي هو الاكل اللي هو الشيء المفيد لكل انواع الامراض الروماتيزميه، الامراض الحركيه ولكل الامراض بصوره عامه. يمكن بس هضيف كلمه لكلام حضرتك، قطع السكر مهم وتجنب السمنه، يعني الاكل اللي يسبب السمنه، يمكن هي دي برضو نقطه مهمه. تعبناك يا دكتور نزار، ولسه في اسئله تانية. واحده بتقول، مريضه بتقول انا عندي روماتويد وعندي احتكاك في مفاصل الركبتين، فايه هو العلاج؟ نعم، والحقيقه واحده من مضاعفات الروماتويد هو ممكن ان تكون في انتكاس او تنكس او تحدد او خشونه في مفاصل الركبه خصوصا. يعني هذا يعتمد على في اي مرحله هي، اذا مثل ما قلنا باللقاء قبل شوي انه ممكن هذا وظيفه التاثير هذا التكلس المفصل تاثيره على الوظيفه او على الحياه اليوميه للمريض، هو اللي يحدد انه تحتاج تبديل المفصل، وممكن واحد يكتفي برياضه معينه وتغيير نمط الحياه ممكن يغنينا عن تبديل المفصل في مراحل معينه. اذا كان هناك تاثير على الوظيفه وعلى الحياه اليوميه وعلى جوده الحياه نوعيه الحياه ممكن استشارة طبيب مفاصل وطبيب جراحة لأخذ النصيحة الصحيحة. تمام. السؤال اللي بعده، المريض بيقول إزاي أعرف إن المرض هذا وفي حالة مستقرة؟ يعني أنا هرد على السؤال وأقول طبيعي إن أنا لما أتحسن أحس روحي تحسنت، زائد إن لما بتابع مع الدكتور بيعمل لي تحاليل بتؤكد هذا التحسن، وقبل التحاليل لما بيفحصني بيبقى واضح الفرق بين الزيارة اللي قبلها والزيارة اللي أنا بقيت أفضل فيها. معلش أنا تعبناك عشان أسئلة كتيرة ومش معانا يا دكتور شافية. برضو في سؤال تاني، ممكن حدوث هجمة أخرى روماتيزمية ولو بعد فترة ما تقارب سنتين من إيقاف الدواء البيولوجي رغم استمرار علاجي بالبلاكونيل؟ نعم ممكن. الحقيقة هي من الميزات هاي الأمراض الروماتيزمية أمراض المناعية إنه ما نقدر نتوقع أنت متى ممكن تصير يعني هجمة أخرى من المرض، لذلك إحنا يعني توقيف الدواء بصورة نهائية لحد الآن لا ينصح به من كل الإرشادات العالمية وكل الدلائل العالمية. ممكن نقلل جرعة البيولوجي لكن توقيفها ليس بالشيء الصحيح. في بعض الأحيان ممكن توقيفها لأسباب معينة مختلفة، بس نسبة حدوثها ونسبة رجوعها بالتأكيد واردة. تمام. السؤال اللي بعده بتقول هل فقط ظهور ألم الورك والركبة مختص فقط في التهاب المفاصل التنكسي يعني الأوستيو أرثرايتس، ولا ممكن يصيب مريض الروماتويد؟ بس السؤال ألم الركبة والورك ممكن يحصل مع الروماتويد ولا بس مع الخشونة بتاعة المفاصل؟ لا بالتأكيد ممكن يحصل بالحالتين، بس راح يكون في اختلاف في نوعية الألم. الألم اللي حيكون مع الروماتويد ما حيروح بالراحة، يعني مع الاسترخاء والراحة راح يستمر، بينما الألم اللي بسبب التنكس خصوصا في بداية التنكس من ممكن أن يزول مع الراحة ويزيد مع زيادة الثقل على المفصل. بعد السؤال ده في سؤال، يعني أنا على تفسير، يعني هي بتقول متلازمة السيتوكاين ليها علاقة بالتهاب المفاصل؟ أقصد I think إنها تقصد السيتوكاين ستورم اللي بتحصل مع الكوفيد، فإيه رأيك؟ والحقيقه يعني في شبه كبير بين اللي صار مع هذا البوست كوفيد اللي بعد الاصابه بالكوفيد وهذا موضوع الجزء المناعي من الكوفيد اللي صار فيه هجمه بالعربي شو يسموه السيتوكين المحركات المناعيه لهذه الهجمه، تشبه الى حد ما اللي صار في بعض الامراض المناعيه. الحقيقه الكوفيد يعني لحد الان هو يحتاج الى دراسات أكثر معمقة، حتى لأنه يعني حقيقة هو غير نظرتنا للصورة عامة للأمراض المناعية. الإصابة بالكوفيد ممكن أن تهيج المرض المناعي اللي موجود عند المريض، وهذا شفناه بالسنوات الماضية، ففي علاقة بينهم إلى حد ما، في تشابه كبير. حتى في بعض الأدوية اللي تستخدم في علاج الأمراض المناعية
والروماتيزمية استخدمت في علاج استخدمت بالضبط استخدمت في علاج شو نسميها الصدمة أو المناعية اللي صاحبت كوفيد. طبعا هذا الموضوع في تفاصيل كثيرة أعتقد مو كثيرة طبعا. طيب هو آخر سؤال، إيه هي علاقة التهاب الأعصاب الطرفية بأمراض الروماتيزم؟ ده السؤال الأخير. نعم، يعني واحدة من الأعراض أمراض الروماتيزم إنه هي مو فقط متصلة بها، هي إحنا نقول عليها دائما هي أمراض تصيب الجسم كله بصورة عامة، ليس فقط المفاصل. الخارج المفاصل واحدة من عدها هي الأعصاب المحيطية، واللي هي نشوفها بشكل شائع مع أمراض الروماتيزمية، مع التهاب الفاصل الروماتويدي، مع التهاب الأنسجة الرقوة، داء الذئب الاحمراري، الأمراض المناعية الأخرى. الحقيقة هي موجودة هذه، يعني ممكن تكون أحد مضاعفات المرض. تمام. هو سؤال أنا مش واضح بالنسبة لي، التهاب الغضروف الضلعي كيف يتم تشخيصه؟ هل ممكن ألم ناتج عن الفايبروميالجيا أو بسبب روماتيزم؟ أنا مش كلير السؤال بالنسبة لي، التهاب الغضروف الضلعي يعني المصطلح مو سامع فيها الحقيقة، هو يمكن تفسيري جايز تكون تقصد الكوندرايتس يعني، أو التهاب الغضاريف. فطبعا برضو هجاوب يعني، عشان انت تعبت عمالين نسألك ورا بعض. هقول لك ان الحكايه دي تتقيم بالفحص الاكلينيكي والتحاليل، اعرف اذا كان عندك التهاب في الغضاريف ولا عندك فايبروميالجيا وعامله لك الكوندرايتس او الالام اللي في الضلوع اللي انت حاساها، وطبعا ليها علاج، وتتقيم الاول وتتشخص مظبوط وبعدين تتعالج وكده. في سؤال اخير معلش يا دكتور نزار بقى لحضرتك، حضرتك بتشجع الانترا ارتكيولار هايالورونيك انجكشن في الني اوستيو ارثرايتس؟ يو ريكومند ات؟ هو حقيقة هذا من المواضيع اللي مختلف عنها. بالضبط. في بحوث تقول انه مفيدة، وفي بحوث تقول ما فيها فائدة، مقاربة للدواء الكاذب اللي واحد يعطيه ممكن يرفع سلاين بالجوينت نفس الشيء. بس الحقيقة هي في لها دور، يعني في لها دور في بعض المرضى. بعض المرضى هناك خطورة في عملية تبديل مفصل لهم، ممكن هذه تكون بديل. بالتأكيد هي الاستجابة لها لما يكون الالتهاب بيكون انتكاس بالمفصل متقدم، حتكون أقل مما تكون في البداية. في كل الأحوال هي علاج مؤقت في حالة يعني وجود موانع لعلاجات أخرى مقررة أو مثبتة. لا معها ولا ضدها. في بعض الأحيان ممكن تكون مفيدة، ممكن تكون بديل حتى لو في الإيرلي ستيج، يمكن في الإيرلي ستيج حتى لو تكون بشكل مؤقت خفف من آلام المريض. بالتأكيد الاستجابة مختلفة بين مريض وآخر، يعني ما حيكون في استفادة حال أي دواء آخر. لحد الآن على العموم في خلاف حول هذا، في يعني منظمات عالمية تقر استعمالها وفي أخرى ضدها. تمام. الحقيقة في سؤال تاني، الروماتيزم يسبب إجهاد؟ أنا هجاوبه بسرعة لأن إحنا عدينا الوقت. إن الروماتيزم هو 100 نوع من الأمراض الروماتيزمية، من نوع مش نوع واحد. حضرتك بتسألي بكلمة عامة تشخيص المرض الأول، ولكن في بعض الأمراض الروماتيزمية المناعية بتسبب احيانا تحصل واعراضها بيكون الاجهاض، حاجه اسمها الانتي فوسفوليبيد سيندروم. ممكن تكون وحدها برايمري او ممكن تكون ثانويه لمرض الذئبه الحمراء، فانت لازم تشوفي دكتور امراض روماتيزميه يقيم حالتك وياخد منك تاريخ مرضي مظبوط ويطلب لك تحاليل وفحص وكل حاجه عشان نعرف ايه سبب الاجهاض، ان ليه علاقه بامراض روماتيزميه او لا. الحقيقه هو ده اخر سؤال. حابة في الآخر خالص نختم بإني أشكر ضيوف النهاردة، أشكر حضرتك شكر كتير لحضرتك يا دكتور نزار، وإن احنا طولنا معاك في الأسئلة لأنها اندرس الحقيقة كمية كبيرة جدا فوق 30 سؤال جم. وبنشكر دكتور شافية، وبنشكر الأستاذة أمة الله ودكتور توني، وأخيرا بشكر السبونسر للإيفانتس بتاعتنا في السنتين اللي فاتوا الأولى والتانية للمجموعة العربية للأمراض الروماتيزمية، واللي كان سبونسر ليهم هو شركة جانسن. وإحنا مكملين، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا النهاردة، ولسه معنا هنكمل تاني وهنبلغكم بإيفانتس تانية بمرحلة جديدة وسنة جديدة، وإن شاء الله نشوفكم دايما بكل خير وبصحة وعافية. نشكركم النهاردة وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله. شكرا دكتور سحر. كنا نحتاج دكتور أورجنايزر منظمين للفعالية أيضا. الحقيقة أنا أسف نسيت أشكر الأورجنايزر القائمين على الفعالية، لأن عملوا مجهود كبير عشان يطلع الإيفنت بالشكل ده. شكرا.
اليوم العالمي لالتهاب المفاصل. معاً لجودة حياة أفضل، معاً لتحسين جودة حياة مرضى الأمراض الروماتيزمية. يمكن أن تكون أنت أو أنت أو أي شخص تعرفه من المصابين بمرض التهاب المفاصل في الدول العربية كافة، فهذا المرض خفي على الرغم من أن الأعراض لا يمكن دائماً رؤيتها، إلا أنه يمكن أن يكون لها تأثير على جودة حياة المرضى، فلا بد من تحسين جودة الحياة أو ما يسمى بنوعية حياة المرضى. إن جودة الحياة ليست شيئاً ملموساً ولا يمكن قياسها بشكل مباشر وصريح، هي تتألف من مكونين أساسيين وهما الجسدي والنفسي. يشمل الجانب الجسدي على عناصر مثل الصحة والنظام الغذائي والحماية من الألم والأمراض، أما الجانب النفسي فيشمل التوتر والقلق والمتعة وغيرها من الحالات العاطفية الإيجابية والسلبية. إن جودة الحياة معيار للصحة والراحة والسعادة، لذا ترتبط نوعية حياة المرضى بالعادات الأساسية التي يمارسونها بشكل روتيني يومي. فإذا كنت ترغب في تحسين نوعية حياتك، ينبغي أن تسعى لخلق عادات جديدة إيجابية والقضاء على العادات السلبية. وضع خطة يومية للمهام التي يجب القيام بها، تقسيم اليوم ما بين العمل والأنشطة الرياضية والاستمتاع بالوقت مع الأسرة والأصدقاء، التواصل مع أشخاص يعانون من نفس المرض، مشاركتهم النصائح لمساعدتهم على التغلب على مشاعر القلق والخوف من المرض، تعلم تقنيات الاسترخاء المختلفة للسيطرة على التوتر والتحكم في المشاعر السلبية، مثل ممارسة اليوغا والتأمل والتنفس العميق، الاستمتاع بالأنشطة الاجتماعية، اتباع نمط حياة صحي. للمتزوجين، مشاركة الشريك بكل ما يتعلق بالحياة اليومية والنفسية والزوجية الخاصة. بفضل تحسين هذه العادات وتغيير السلوك وطريقة التفكير، يمكننا تحسين نوعية الحياة. في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، ننصحكم الالتزام بهذه العادات الإيجابية لتحسين جودة حياتكم، ونحن معكم لدعمكم ومساعدتكم.